اهلا وسهلا. سمعت اخر صيحه في فرنسا للجزائريين يقولوا المخزن سبب عذابنا، المخزن سبب عذابنا. قولوا لفرنسا ماناش مراركه. شكون اللي قالك انت قاعد تكون مروكي؟ انت شكون طلب منك تكون مروكي اصلا؟ وغير يجي يكون مروكي. والسهل يكون مروكي. الناس خدامه والناس صعيب باش يكون مروكي ياك. ها المغرب ها قال لك قولوا لفرنسا ماناش مراركه. شكون طلب منك اخويا تكون مروكي؟ وشكون طلب منك؟ وكيفاش القضيه هذه؟ بغيت كي توضح ليا كيفاش هذه القضيه ديال المخزن سبب عذابنا مفقوس من المغرب مسفوخ. فيات 500 فيات 500 تاع باربي، فيات 500 تاع لي زادوليسون باربي. كان واحد الوقت اليوم لي زادوليسون اليوم كياخذوا في المغرب لي زادوليسون اللي خدامين هكذا خدامات بحيث كريدي غراتوي كياخذوا الاودي اكس 1 مينيون، بي ام دبليو اكس 1، ميني كوبر. ميني كوبر الفري فاميليار كاع. وهذيك فيات 500 اللي عندها 3 سنين والفرا فيراي اللي كانت مزعه في الطاليان خليناها لكم. حنا عندنا لو شوا وحنا كناخذوا